بعد هذا يظل حديث تاني من الأحاديث بتاعة الطب التشريحي لسيد الأولين والآخرين المصطفى صلى الله عليه وسلم، وده حديث كلنا بنسمعه وكلنا سمعناه كتير جدا، لكن محدش فينا فكر فيه زي ما فكر العلماء. وعندما يقول هذا الحديث الذي رواه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومروي في الصحيحين وفي اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، عندما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. الحديث كده حديث يدعو إلى القيمة العلمية العظيمة. طيب هل المثل المؤمنين الجسد الواحد؟ دلوقتي وجدوا أني لو فرضت أني حصل كسر في قصبة الرجل مثلا، ابتدوا يسجلوا استغاثات، لقوا فيه استغاثات بتصل من الجزء اللي حصل فيه تدمير أو حصل فيه كسر أو حصل فيه قطع، بتصدر فيه استغاثات، الاستغاثات دي تصل إلى المخ، فالمخ يصدر أوامره إلى جميع الأعضاء بترشيد استخدام ما لديهم من إمكانيات وإرسالها إلى هذا العضو اللي حصل فيه شيء من التدمير أو شيء من القطع أو شيء من الكسر. سجلت هذه الاستغاثات، واستغاثات إيه؟ على أعلى درجة من الاستغاثات، بحيث إنها ماشية وكأنها سلسلة، زي اللي بيجي يغرق ومش مرة بيقول الحقوني مرة، لا دي بيقول الحقوني يعني قدر ما يستطيع. فسجلت هذه الاستغاثات على طول، وسجلت الأوامر من المخ إلى جميع الأعضاء بترشيد استخدام المتاح لهم. ويعني ترشيد، يعني اللي بيستخدم مثلا كالسيوم بكميات كده، لا نستخدم عشر الكالسيوم ونبدأ ندي العضو المضار هذه الكميات. ولذلك اللي بيحصل عنده كسر، لو جيت بعد شوية شفت الكسر كيف يلتئم، هتجد ان الكسر التئم وتكونت عليه كمية من العظم ضعف الكمية اللي يجب ان تتكون، يمكن 10 مرات. ولذلك تلقى الكسر التئم وعليه كورة من العظم، وبعدين الجسم يبدأ يصنفر العظم الزيادة عن طريق انزيمات متخصصة. ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو. شوف كلمة اشتكى، شوفوا كلمة اشتكى دي، يعني أصدر استغاثات، وسجلت هذه الاستغاثات عن طريق بعض بيسموه الإلكترودات أو المايكرو إلكترودز، وسجلوها تسجيل كامل، وسجلوا هذه اللغة اللي بتوصل للمخ. وبعد ما سجلوها شافوا الاستجابة بتاعت المخ لهذا العضو المضار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول هذا ويشبه هذا، بيشبه التشبيه العظيم اللي له يعني استجابات في كل مواضع الجسم. وبذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بيضع الأسس بتاعت الفسيولوجي. إيه هو الفسيولوجي؟ اللي هو علم وظائف الأعضاء. يعني إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يجي ما كانش طبيب متخصص، وما نزلش عشان يقول طب متخصص في هذا، وإنما عندما يذكر أي شيء فإنه يذكره على سبيل التمثيل، وسبيل التمثيل لابد وأن يكون له جانب جانب علمي دقيق. ولذلك إذا اشتكى، والعلم يقول إيه؟ يصدر استغاثات. اشتكى يعني أصدر استغاثات، أهي بالضبط. إذا اشتكى منه عضو تداعت له، طيب كل الأعضاء استني واصهري ورشد الاستهلاك وقلل الكميات اللي بتستهلكها، ونغيت أخونا العضو التاني ده اللي هو عمال يستغيث، فنديله أكبر من احتياجه بكميات كبيرة جدا جدا جدا. وبهذه الأمور نضمن إن إحنا نحافظ على هذا العضو. وبالمحافظة على هذا العضو، ولذلك الحاجة الغريبة
ان هم وجدوا ان العضو اللي بيفطر، يعني لو فرضت ان انسان حصل عنده غرغرينة في رجله وبطر العضو، يظل الجسم الاسيري بتاع العضو ده موجود في المخ بتاع الانسان، بمعنى ان هو من الممكن وهو بيرى احلام ولا رؤية منامية ولا بتاع، الجسم ده ما زال موجود معاه رغم انه قطع ودفن، انما توصيفه الاسيري اللي موجود في المخ موجود، وما زالت تغذيته يعمل حسابها رغم هذا، رغم انحسار الروح عنه في هذا. يعني الحديث الاخير في هذا الطب التشريحي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الجسد لمضغه ان صلحت صلح الجسد كله وان فسدت فسد الجسد كله. ودي نقطة مهمة جدا، ان دايما الاطباء بيقولوا القلب مضغة والقلب مضخة، وبعدين القرآن بيجي يقول لك لهم قلوب لا يفقهون بها، وكثير جدا من الناس يقعد يتكلم يقول لك هو القلب بيفقه ده القلب مضخة. لا، انا هقول لهم يا اخواننا احنا اللي مش عارفين لحد دلوقتي تشريح القلب، بدليل اللي عملوا له قلب صناعي في الولايات المتحدة الامريكية وعاش 3 شهور بعد القلب الصناعي لم يتكلم بكلمة لمدة 3 شهور، واللي عاش بعدها 6 شهور لم يتكلم بكلمة، عاش بصحة جيدة وما يتكلمش بكلمة، واللي عاش 13 شهر عاش 13 شهر لا يتكلم، واللي عاش 26 شهر وما زال حيا للآن لم يتكلم. فإذا قلنا حالة واحدة حالة الصدفة، فدلوقتي في أكثر من 23 حالة، وأكثر حالة عاش 26 شهر لم يتكلم أي منهم عندما أخذ القلب. إذن في تشريح ناقص، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق عندما يقول إن في الجسد لمضغة لو صلحت صلح الجسد كله، يبقى القلب مش مضخة بس، وإنما القلب فيه مضغة لتصلح الجسد. ولذلك القرآن لما لهم قلوب لا يفقهون بها، إحنا علمنا الناقص، وإنما في المستقبل سوف نكتشف بعد هذا الفيض العظيم وبعد هذا العلم الوافر الغزير الذي ذكرنا منه على سبيل التمثيل في الطب التشريحي لرسول الله. هل يمكن أن يأتي إنسان بعد هذا وهو يغفل أو يغفل عن واجباته وعن ما يجب أن يؤديه وعن يجب أن هو يرجع إلى حظيرة الإسلام؟ هل يغفل إنسان أو يترك الصلاة؟ هل إنسان لا يجب أن يتبع نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك إنسان يمكن أن يستمر في العصيان؟ هل يمكن إنسان بعد هذا الفيض العظيم وبعد هذا العلم الغزير لا يفتخر أنه من أمة سيد الأولين والآخرين؟ وكيف يفتخر وهو بعيد عن هذه السنة وبعيد عن هذا المنهج وبعيد عن هذا النهج؟ ولذلك بعد هذا الفيض العظيم عليه أن يراجع نفسه، وعليه أن يتوب توبة نصوحة، وعليه أن يتحلل من ذنوب العباد ويدخل في المعية، في معية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يقول الويل ثم الويل لمن لا يراني يوم القيامة. قالوا ومن لا يراك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال البخيل. ثم قال أتدرون ما البخيل؟ قالوا الذي لا يكرم ضيفه. قال لا، الذي يسمعني ولا يصلي عليه. ومن يسمعه ويصلي عليه لا يجب الكلام الصلاة باللسان فقط، ولكن الصلاة باتباع المنهج واتباع هديه صلى الله عليه وسلم، واتباع هديه باتباع سنته والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هناك أمانة وهناك عهد، هذه الأمانة وهذه العهد أن نتوب إلى الله توبة نصوحة، والتوبة النصوحة بشروطها 3، ثم نتحلل من ذنوب العباد، إنما المؤمنون إخوة، وبذلك نصبح إخوة متحابين، وكل إنسان يعود إلى نفسه ويحاسب نفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم،
هذا هو الأمر الذي أردنا أن نضعه في يقين حضراتكم من هذا العلم الغزير وهذا النهج وهذا المنهل العظيم الذي أوردناه في الطب التشريحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.